آثاره تزداد سوءاً، يطيح بالاقتصادات العالمية، رفع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة وغيرها لمستويات قياسية لم يشهدها البشر من قبل. وحش التضخم الذي يلتهم الاقتصادات المتقدمة ولم يتوانى في الفتك بالاقتصادات النامية وحتى الصغيرة منها. وعلى الرغم من تفشيه في دول العالم أجمع، إلا أن الأرجنتين منيت بالنسبة الأكبر عالمياً بمعدل تضخم تجاوز 140%، حيث أصبح الأرجنتينيون يقلصون إنفاقهم قدر المستطاع حتى يواكب نفاد ما يتقاضونه مع آخر أيام الشهر قبل حصولهم على أجر الشهر الجديد، ويتجهون إلى شراء منتجات أقل قيمة مما كانوا معتادين عليه، حتى ولو كان يعني ذلك تقليل جودة معيشتهم المعتادة قبل أن يتفاقم التضخم بالدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية. الأسعار تتغير كثيراً، ما نستهلكه يومياً له علاقة بموسم المنتجات. هناك المزيد من الطماطم والفلفل والفواكه المختلفة التي تتغير في السعر حسب الموسم، لذلك يجب أن نكون على دراية بهذه الأشياء. لم يكن الأمر كذلك من قبل، كان بإمكاننا شراؤه في أي وقت من السنة. ووفقاً لبيانات من وكالة الإحصاء الوطنية، بلغ معدل التضخم الشهري في الأرجنتين 6% في يونيو، وبينما يحاول الأرجنتينيون بقدر المستطاع أن يحافظوا على استهلاكهم المرتفع لشراء اللحم، فإن الأسعار المرتفعة للحوم تقدم جزءاً كبيراً من الحصة المعتادة لاستهلاكهم السنوي من اللحوم الحمراء. أصبح العميل أكثر حرصاً بشأن ما ينفقه، ويشتري قطع اللحم الأرخص ثمناً مثل اللحم المفروم أو القطع الرخيصة لصنع شرائح اللحم. تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الأرجنتين والتي تفاقمت خلال العام الماضي تسببت في انزلاق نحو 40% من السكان تحت خط الفقر، وأصبح الحصول على ما يكفي من الطعام أمراً صعباً للغاية.